فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقاس الحاج الذي لم يجد مالا؟ نعم. يقول: هل يقاس الحاج الذي لم يجد مالا ويستدين للحج؟ يقول: هل يقاس على من لم يجد مالا للأضحية فاستحب الفقهاء أنه يستدين ليضحي؟ الله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا كان ما يستطيع لا يحج ولا يستدين أيضا، ما كلفه الله بذلك. الله وسع عليك وأنت تضيق على نفسك، اصبر لما تستطيع وحج. نعم.